بون السلام عليكم لا فامي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل اراكم لاباس وانتم تفرجوا في الفيديو هذا الجديد على قناتكم كريم وتاك. قبل ما نبداو برك هاوليكم لانستا تاعنا، راح نخلي لكم اللين تاعو اسفل الفيديو في الديسكريبشن. ما تنساوش برك تروحوا ديروا ابوني باسكو نحتاجكم كامل فما. عن قريب ان شاء الله راي فيها مسابقه، ما لا ما تراطيوش الفرصه. السلام عليكم مره اخرى، واش راكم؟ ان شاء الله كامل اراكم لاباس. اللي جديد واول مره يشوف لاشين تاع كريم وتاك، مرحبا بك عند العائله تاعنا، وراح تولي ان شاء الله من العائله تاعنا. واش تروح دير ابوني برك وفعل راس برك باش يوصلك الجديد نتاعنا، راح تستفاد معنا غير ما تكسرش راسك. واللي من لا فامي هاي باينه يدير جام. خلينا نبداو لا فيديو هذا على بركه الله. لا فيديو هذا راح نشوفو سعر هاتف جالاكسي اس 10 بليس. سقسيتوني عليه بزاف 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 وهاي التعليقات نتاعكم، ولكن كاين ناس راهم يسقسيو على الجالاكسي اس 10 بليس 5 جي. هذا كاين في الجزائر، ما نقولكمش ما كانش، ولكن البري نتاعو اكزاكتومون ما طحتش فيه. ولكن من بعد ان شاء الله في الليل شويه غادي نحط لكم البري نتاعو، يا تلقاوه في الوصف يا تلقاوه في التعليق، نروح ديلو تثبيت هذا مكان. تسمى في الفيديو هذا راح نشوفوا سعر الجالاكسي اس 10 بلس برك موس 5 جي. وبين لا فامي كل ما نروحوا نحكيوا على تليفون كريمو تعرفوه لازم يعطيكم المواصفات تاع هذا التليفون باش المشاهد يفهم على واش رانا نحكيوا ويكون على باله واش راح يشري وما الى ذلك. وزيد بزياده راح نعطيكم مميزات وعيوب هذا التليفون، حاجه خفيفه برك. خلينا نبداو على بركه الله. التليفون هذا يجينا بشاشه الحجم تاعها 6.4 انش بدقه 3040 ضرب 1440 بيكسل وبكثافة 522 بيكسل لكل بوصة. ويجينا لافامي التليفون هذا باللون الاخضر وعندك الاسود والابيض السيراميكي، هذا واش على بالي؟ نورمالمون هذو هما كامل. كي نروحو نشوفو المعالج، عندك المعالج تاع هذا التليفون 80 نواة اكزينوس 9820 تكنولوجيا 8 نانو متر. عندك الاكزينوس هذا فيه دوبل سيم اللي هو هذا، ولكن كي نراعيو تبقى نسخة سناب دراغو خير منه بزاف بزاف. ليكيب النسخة اللي راح نهضرو عليها اللي هي النسخة الأوروبية مش النسخة الصينية. وزيد كي نراعيو ثاني لهنا، عندك النسخة الصينية راح تكون بزاف خير من النسخة الفرنسية، وهذا اللي نعرفه أنا. بعد ما شفنا المعالج نتاع هذا التليفون، نروحوا مع بعض نشوفوا ذاكرة الوصول العشوائي اللي هي الرام. جينا بسعة 8 أو 12 جيجا بايت على حسب الإصدار. مثلا لافامي الإصدار 128 و256 جيجا بايت، يجيونا بذاكرة وصول عشوائي اللي هي الرام 8 جيجا بايت. والنسخة اللي جينا بسعة 1 تيرا بايت جينا بذاكرة سعتها 12 جيجا بايت. التليفون هذا راح يجينا بنظام تشغيل اللي هو الاندرويد 11. لافامي جينا التليفون هذا ببطارية غير قابلة للإزالة، راح تجينا بسعة 4100 ملي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي. كي نروحو نشوفو مع بعض الكاميرات، عندك التليفون هذا اللي هو الجالاكسي اس 10 بليس يجينا بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة متغيرة، والكاميرا الثانية تجينا بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.4، والكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.2. عندك كاميرا سيلفي ولا الكاميرا الأمامية، تتكون من كاميرتين، الأولى للدقة نتاعها 10 ميجا بيكسل والثانية 8 ميجا بيكسل. يجينا التليفون هذا بسعة تخزينية داخلية مدمجة، القدرة نتاعها 128 أو 200 أو 512 أو 1000 جيجا بايت، وتقدر توسعها عبر بطاقة ميكرو اس دي من خلال فتحة مخصصة. التليفون تاعنا هذا جينا بشريحتين من نوع نانو سيم. كما قلت لكم النسخة هذه نتاع الاكزينوس راح يجي فيها شريحتين من نوع نانو سيم. التليفون هذا يوزن 175 غرام. التليفون تاعنا هذا راح نلقاو فيه البلوتوث، نلقاو فيه الجيل الثالث والجيل الرابع هذو من الاتصالات. فيه مستشعرات اللي هي مقياس تسارع ومستشعر القرب. دوكا كي نروحو نحكيو على بصمة هذا التليفون راح نلقاوها مدمجة في الشاشة. دوكا نروحو نشوفو بعض مميزات هذا التليفون. عندك سماعات التليفون هذا الصوت نتاعها شباب بزاف، لومبرينت ولا البصمه تخدم بشكل سلس وليه ليه رابيد كيما نقولوا، ذاكره عشوائيه قويه وراح تقدم لك اداء رائع. فيه طبقه حمايه للشاشه من نوع غورنين غوريلا غلاس 6. كي نروحو نشوفو عيوب هذا التليفون، عندك ما فيهش ضوء مخصص للاشعارات، والحاجه الدوزيام الوضع الليلي للكاميرا موش قوي. دروكا نروحو نشوفو مع بعض سعر هذا التليفون حاليا في سوق الجزائر ولا في الاسواق الجزائريه ولا في الجزائر كيف كيف. اوكي
عندك النسخة الأوروبية اللي راح نحكيو عليها ليكيب، عندك 8 جيجا بايت رام مقابل 128 جيجا بايت روم، راه دايرة حاليا 62,000 دينار جزائري. راه متوفر تليفون هذا اللي هو الجالاكسي اس 10 بلس في الأسواق الجزائرية، تقدروا تشريوه. بالنسبة للناس اللي سقساتني على الجالاكسي اس 10 بلس 5G، نسخة اللي تدعم 5G، دوك نحط لكم البرين تاعها من بعد في التعليقات ولا في الوصف هذا مكان. نزيد لكم على الصبر كيما قلت لكم من قبل، ليكيب النسخة الصينية راح تكون بزاف خير من النسخة الفرنسية، وهذا واش نعرف كيما نقولوا انا بعد، ولكن عادي النسخة الاوروبية هذه مليحة. ولكن برك كي تروحوا تشريو تليفون ما تامنوش برك، باسكو كاين فيه بزاف بزاف النسخ لمعادة تصنيع وما الى ذلك. A few moments later. شوفوكم في فيديو جاي ان شاء الله، تهلاو في رواحكم وسلام عليكم.